متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، وهو الأسبوع الأخير من شهر شعبان، ويعني قبل إن شاء الله سيكون هذا آخر أسبوع قبل أن يحل علينا باليمن والبركات شهر رمضان. أسأل الله تعالى أن يعيده عليكم وعلينا بالخير والصحة والعافية، وأن يعفينا من هذا البلاء. الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع تكون غير مستقرة في العديد من المناطق يومي الاثنين والثلاثاء على وجه الخصوص، إثر تأثر المنطقة بحالة مطرية تستقر بعدها الأجواء وترتفع درجات الحرارة. دعونا نتعرف على أحوال طقس يوم بيوم. غدا الأحد بداية الحالة المطرية، حيث تتوقع أن تهطل أمطار رعدية بمشيئة الله تعالى فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، تمتد عصرا لتشمل الأجزاء الغربية من العاصمة الرياض أو محافظة الرياض، وحتى ربما تصل أيضا أجزاء من الرياض. أيضا يتوقع أن تسود أجواء مستقرة في باقي المناطق لنهار يوم غدا. تكون درجة الحرارة في العاصمة 34 درجة مئوية على سبيل المثال، 31 في المناطق الشمالية في تبوك شمال غرب المملكة، شمال المملكة 28، 32 درجة مئوية في منطقة جدة، 25 على المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، و31 درجة مئوية في الدمام والمنطقة الشرقية بمشيئة الله تعالى. نهار يوم الاثنين إذا تتأثر مناطق واسعة من المملكة بحالة مطرية، يتوقع أن تكون السماء الأساسية بها هطول زخات رعدية من الأمطار، لا يستبعد أن تكون غزيرة وتؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول، كما أنها قد تترافق مع تساقط الزخات البرد، وتسبق هذه السحب الركامية الرعدية الممطرة بنشاط كبير في سرعات الرياح، مما يؤدي لتشكل بعض العواصف الرملية. تكون هناك أمطار غزيرة على طول المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بمشيئة الله تعالى، ولا يستبعد أن تكون هناك أمطار شديدة الغزارة وتؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول على طول المناطق الجنوبية الغربية، مع انخفاض على درجات الحرارة تصبح إلى 21 درجة مئوية. تصل هذه الأمطار إلى مرتفعات المدينة المنورة ومكة، كما أن لا يستبعد أن الأحياء الشرقية من مدينة جدة ربما تستقبل موجات غبارية وبعض الزخات من الأمطار. تكون 21 في جنوب غرب المملكة، 32 في مدينة جدة، 32 في المنطقة الشمالية الغربية، مع وجود أحوال جوية غير مستقرة لكن ليست في المدن الرئيسية في شمال غرب المملكة. في المناطق الشمالية تقريبا 30 درجة مئوية. في المناطق الوسطى تتوقع أن تتعرض لأمطار رعدية غزيرة في مناطق الحائل قصيم العاصمة الرياض، وتمتد إلى أيضا المناطق الشرقية والشمالية الشرقية تشمل الدمام وحفر الباطن، ويطرأ انخفاض ملموس جدا على درجات الحرارة في العاصمة الرياض تصل إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، 19 درجة مئوية في ساعات الليل، وتكون في الدمام 32 درجة مئوية في ساعات النهار و22 درجة مئوية في ساعات الليل. تستمر هذه الحالة الماطرة حتى نهار يوم الثلاثاء، وتشمل معظم المناطق الوسطى، أجزاء من المناطق الشمالية والمناطق الشرقية، بالإضافة للمناطق الجنوبية الغربية، مع بقاء نفس الأحوال الجوية مسيطرة على الأجواء بوجه عام. وتكون درجة الحرارة في العاصمة الرياض على سبيل المثال 27 درجة مئوية في ساعة النهار، في حين تكون في ساعة الليل 19 درجة مئوية. أما يوم الأربعاء فيتوقع أن تستقر الأجواء في أغلب المناطق عدا أجزاء محدودة من جبال جنوب غرب المملكة، والتي هي بالعادة تستقبل زخات رعدية يومية من الأمطار، في حين أن باقي المناطق تتوقع أن تشهد بها ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة، مع أجواء ما بين مشمسة إلى غالبا مشمسة، تصل مثلا في الرياض إلى 32 درجة مئوية، تكون 36 في مدينة جدة، 33 في تبوك، 36 في عرعر والمناطق الشمالية، 31 في الدمام، و25 درجة مئوية فوق جبال جنوب غرب المملكة. يوم الخميس تستمر الأجواء مستقرة في أغلب المناطق، تبقى الفرصة مهيئة لزخات رعدية من الأمطار في المنطقة الجنوبية على الجبال، وهو جزء من حالات يومية من عدم الاستقرار الجوي هناك. تكون درجات الحرارة تقريبا 35 درجة مئوية في العاصمة الرياض، 32 درجة مئوية في الدمام، ترتفع إلى 38 درجة مئوية في جدة، وبالتالي الأجواء حارة نسبيا، 34 درجة مئوية في المناطق الشمالية الغربية، و35 درجة مئوية في المناطق الشمالية من المملكة. يوم الجمعة تكون هناك، يتوقع أن يكون فلكيا هو أول أيام شهر رمضان المبارك، يتزامن هذا اليوم الأول من شهر رمضان بفرصة لبعض الأمطار الرعدية المتفرقة فوق الجبال الجنوبية الغربية. 26 درجة مئوية درجة الحرارة هناك، في جدة 36 درجة مئوية في ساعات النهار، في الرياض 37 درجة مئوية وأجواء مائلة للحرارة، 38 درجة مئوية في الدمام، وكذلك الأمر هو في المناطق الشمالية وأجواء مغبرة في تبوك. إذن هناك ارتفاع ملموس على درجات الحرارة على هذه المناطق في أول أيام شهر رمضان المبارك، مع نشاط واضح في سرعة الرياح
في المناطق الشمالية من المملكة. يذكر بأن تحري هلال شهر رمضان سيكون يوم الأربعاء، أجواء ستكون مستقرة وبوجه عام لن يكون هناك غبار في أغلب مناطق المملكة حتى هذه اللحظة، هذه التوقعات تشير ذلك، إلا أن فلكيا غروب الشمس سيكون بعد غروب القمر، وبالتالي من ناحية فلكية يستحيل رؤية الهلال، وبالتالي يتوقع أن يكون هناك شهر شعبان هو من 30 يوم، وبالتالي يوم الخميس يكون المتمم لشهر شعبان، وأول أيام رمضان تكون بمشيئة الله تعالى يوم الجمعة، والتي تترافق بارتفاع كبير على درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة، ولكن تعود درجات الحرارة من جديد للانخفاض بعد ذلك، وذلك هذه سمة أساسية في فصل الربيع في المملكة أن ترتفع درجات الحرارة في بعض الأيام ثم تعود الانخفاض. أسأل الله تعالى أن يكون أسبوعكم أسبوع موفق، وأن تهتموا دائما بصحتكم، أن تكونوا بصحة وسلامة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.